نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى الزاوية الثانية التي اخترناها لكم، وهي زاوية مفاكرة من صحيفة الرأي العام للكاتب مالك محمد طه، والتي عنونها اليوم المكسب من عودة الصين. يقول مالك طه: ليس سرا أن الصين يراودها حلم مشروع بأن تصبح القوة الكبرى في العالم، وتعرف الصين أن ما يفصلها عن بلوغ هذا الهدف هو عامل الزمن فقط وليس شيئا آخر، لأنها وضعت رجليها في الطريق الصحيح الذي تمضي فيه بسرعة وثبات. يقول مالك طه: في سعيها لبلوغ هذا الهدف تنتهج القيادة الصينية على اختلافها وتنوعها سياسة خارجية تنأى بها عن الصراع واستنزاف الموارد في معارك قد تؤخرها عن بلوغ الغاية الأسمى. ويقول أيضا: كل زعماء القارة الإفريقية الآن في الصين في تلبية لدعوة من القيادة الصينية لبحث فرص الاستثمار والتعاون، هذه الفرص بمقاييس الإمكانيات الموجودة لدى الطرفين مهولة وضخمة. ويشير مالك طه أيضا أن الصين فتحت خزائنها بمبلغ 60 مليار دولار للقارة الأفريقية، وقد نال السودان نصيبه من ذلك في شكل قروض بدون فوائد ومنح واتفاقات في مجال الطاقة والبنى التحتية والزراعة والبترول، وهي اتفاقات تمثل أوجه جديدة للصين بعد ظن الناس أن الاستثمارات الصينية خرجت من السودان ولن تعود مرة أخرى. يختم مالك طه بقوله: التساؤل عن الاتفاقات القديمة مع الصين تساؤل مشروع، ولكنه يبدو غير مناسب في طرحه، ونحن على أعتاب مرحلة جدية وتعاون جديد بين السودان والصين سيتأسس على قاعدة الاستفادة من دروس الماضي.